ازيك يا بنات، اخباركم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله وباذن الله هصور معاكم بقى الضرفتين اللي تحت دول عندي على الرخامه. طبعا انتوا شفتوا معايا الضرفتين اللي انا عملتهم معاكم فوق هنا، ودلوقتي كمان هصور بقى معاكم الضرفتين اللي تحت، طبعا مبهدلين جدا برضو، واللي هلوبه شوفوا كنت عينها هنا اهي من المره اللي فاتت، هحطها هنا فوق برضو عشان هنستخدمها دلوقتي مع بعض. وهنا برضو الضرفه التانيه شايفين عندي مبهدله ازاي، يعني بقالي فترة الصراحة يعني ما عملتش اي حاجة خالص، حتى كمان بصور لكم دلوقتي وصوتي رايح، ما كنتش حتى كمان اصور الفيديو ده، بس عشان انا وعدتكم ان انا هصور معاكم ان شاء الله الفترة الجاية بقى برضو التنظيفات في الرخامة وكل حاجة، فانا قلت لا لازم اوفي بوعدي معاكم كده ونصور مع بعض دلوقتي. بس برضو عشان الناس اللي سألتني بخصوص الرخامة، انا هشرح لكم دلوقتي كمان بالتفاصيل. يعني انتوا شايفين برضو الرخامة هنا من تحت اهي، طبعا دي الحيطه ذات نفسها اللي انا شرحت لكم وقلت لكم، وهنا كمان برضو زي ما انتم شايفين الحيطه باينه كل حاجه هنا، طبعا الكراكيب وكل حاجه بس الحيطه اهي، ودي رخامه هنا برضو في الجنب. تمام. طيب بالنسبه هنا برضو لفوق يا بنات، اولا عشان البنات اللي سالتني في الاول خالص وقالت لي على الرخامه معموله ازاي، طبعا اول حاجه اللي بيجي بيعمل الرخام ده هو الراجل بتاع الرخام. تمام. الراجل بتاع الرخام ده اول حاجه. تاني حاجه بتاع الانموتال، بعد ما الراجل بتاع الرخام بيقفل ويعمل برضو الكرانيش، شايفين من فوق اهي كرانيش كده، بعد ما الراجل بتاع الرخام خلص كده وعمل الكرانيش فوق، قام جاي لنا مين بقى؟ الراجل بتاع الانموتال. تمام اهي، اقفلها بس كده معاكم زي ما انتم شايفين كده، الراجل بتاع الانموتال بقى جه وهو اللي عمل لي الضرفتين دول كده من بره، وشايفين برضو الاطار كل حاجه ما شاء الله ماسكه في بعضها اهي. لان انا سالت برضو في الحكايه دي كذا مره، جوزي بقى قال لي ان هو بيحفر هنا في الحيطه، يعني مكان الحته دي محفور بحيث الرخامه تدخل جوه كمان، تبقى طبعا تبقى ماسكه اكتر وتقدر تشيل اكتر وكده. تمام. معلش يعني على صوتي، انا حاسه ان انا صوتي متغير جدا، بس يلا بقى زي بعضه. دلوقتي بقى هننضف مع بعض، وانا كمان بنضف هشرح لكم اكتر كمان بخصوص الرخامه اما اطلع كل الحاجات دي بره. انا كمان هخرج كل الحاجات دي عشان نعرف ننظفها كويس مع بعض وهشرح لكم اكتر. تمام يا بنات. انا كده دلوقتي يا بنات خرجت كل الحاجات الخاصه بالضرفه دي كده معايا، اللي هي الضرفه اللي جوه دي، خرجتهم بره هنا. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، هي طبعا كان فيها تراب برده وكده زي ما انتم شايفين كده كتير قوي، لان الصراحه الضرفه دي ما بفتحهاش يعني على طول، هنا دايما الحاجات اللي ما بستخدمهاش على طول. تمام. انا هوريكم كمان بقى الضرفه من جوه عامله ازاي، دي الحيطه اهي. تمام. وهنا برده البلاط يعني، وزي ما انتم شايفين كده الرخامه اهي، شايفين يعني طبعا دي هنا برضو رخامه فاصله بينها وبين الضرفه الثانيه، وهنا برضو دي الرخامه اهي يا بنات، زي اي مثلا زي التقفيل العاديه او الضرفه العاديه برضو. ومن تحت برضو احنا شايفين هنا بلاط، ليه؟ لان احنا عاملين دي اعلى سنه زي ما انتم شايفين كده، يعني مثلا زي شبرين كده يعني. تمام. بحيث تبقى اعلى من مستوى الميه ما تدخلش جوه او كده. تمام. طبعا بقى انا هستخدم معاكم اللهلوبه، اللهلوبه اللي انتوا كلكم سالتوني عليها، وطبعا اصحابنا وحبايبنا كلهم في العراق قالوا ما عندناش اللهلوبه دي نعمل ايه؟ عادي، انا قلت لهم طبق طبعا فيه ميه بخل او صابون سائل مواعين اللي هو العادي، وبنستخدمها وبنغسل بيها. طيب اللهلوبه يا جماعه اهي من جوه زي ما انتوا شايفين، تحسوا ده بيكون اللي هو صابون سائل برضو على عجينه كده، ما تعرفيش طبعا مكونه من ايه. بس انا كمان دلوقتي هقول لكم استخداماتها، هو انا حطيت منها هنا شويه هنا كده برضو في الطبق اهو، معرفه المواعين استخداماتها طبعا عشان كل الناس اللي سالتني اهي يا بنات، للسجاد للغسيل اليدوي، وكمان للالومنيوم الارضيات قصدي والسيراميك، وال ما انتوا شايفين كده يعني مش عارفه اقرا بالظبط، من هو الحمامات والاسطح البوتاجاز والسجاد والموكيت، هي ما شاء الله جميله جدا جدا. وهنا كمان برضو اهي للكريستال والازاز والسيارات والالومنيوم والمفروشات والمجوهرات الذهبيه، هي بجد ما شاء الله جميله جدا جدا. انا طبعا جايباها من ماي واي عشان الناس اللي سالتني، هو انا يعني عامله عضويه فيها وكده، وبجيب الصراحه منها كل حاجه. تمام. انا دلوقتي بقى هبدا برضو زي ما احنا عملنا فوق، هعمل هنا برضو كل حاجه، همسح دي وهمسح الجناب من فوق وهنا وكله اهو، يعني لو بحيث لو في اي حاجه احاول اشيلها. تمام. دي حاجات كده في الرخامه ذات نفسها ما بتطلعش. انا دلوقتي يا بنات هعمل الكلام ده كله، هعملها بالليفه كويس بس عشان مش عارفه اتحكم وانا بصور بايد واحده، وهخلص ان شاء الله واقول لكم انا عملت ايه بالظبط. استنوا. انا دلوقتي يا بنات زي ما انتم شايفين كده الحمد لله مسحتها من كل حته من فوق ومن تحت، بقت ما شاء الله زي الفل اهي، وكمان عملت الطرفتين دول من جوه ومن بره، اكيد طبعا شايفين ما شاء الله بيلمعوا ازاي.
ومن جوه كمان زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى الحمد لله كنت انا حطيت المفارش على ما طلعت الحاجات ومسحت الدرفة وكده من جوه، من كله من جوه ومن بره. كنت انا غسلت المفروشين اللي كانوا هنا وحطيتهم في البلكونة ينشفوا. دلوقتي هجيبهم بقى احطهم، ابدا ارص الحاجة طبعا واكون مسحاها وغسلاها وكده، ونخش بقى على الدرفة التانية نشوف هنعمل فيها ايه بالظبط. وده كده يا بنات شكل الدرفة بالظبط بعد ما انا نضفتها وخلصتها خلاص. آه طبعا شكلها بالشكل ده. دي معظم الحاجات الصراحة، لان اول ما اتجوزت كانت محطوطة عندي فوق على الرخامات، بس طبعا يعني شوية شوية كده تلاقي الواحدة بتمل برضو وبتزهق وبتحب شكل الرخامة يبقى فاضي. يعني مثلا الطقم ده كان برضو فوق والكوبايات دي والكلام ده كله، فالطرفة دي صراحة مفتحهاش كتير. وكمان برضو الطقم اللي كلكم سألتوني عليه، ناس كتير قوي سألتني عليه، اللي هو الطقم ده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو الفخار ده اللي انتوا كلكم سألتوني عليه. تمام، قلت لي نوعه ايه ونوعه ايه وكده. انا دلوقتي هسوقها والغطا بتاعه ازاز زمان زي ما انتوا شايفين. هو ما شاء الله نوعه فرنساوي. تمام، بيدخل او على النار، بيتحط على النار وبيدخل كمان الفرن وفي الميكرويف وفي غسالة الاطباق ويعني في كل حاجة. يعني الصراحة استخداماته كتير الحمد لله. اهو اسمه فيترو فلام. الصراحة كنت جايباه من بورسعيد وناس كتير قوي قالت لي، احنا شفناه كمان في كارفور في اسكندرية وكارفور اللي في المعادي وكده، منطقة كمان في القاهرة وكده، ناس كتير قالت لي احنا شفناه يعني وكده. هو زي ما انتم شايفين كده انه ابيض من جوه، ابيض خالص اهو، وكمان الغطا بتاعه ازاز. ودي كمان كانت حلة كبيرة بتاعته المقاس الكبير. وكمان كان معاه اللي هو كان معاه برضو جاي معاه صينية ازاز زي دي كده. فانا حاطة معظم الحاجات دي هنا كده زي ما انتم شايفين، والحمد لله طبعا كل الحاجات دي طبعا انا غسلتها، الحاجات الصيني كلها انا غسلت كل الكلام ده وحطيتهم. ف يعني الحمد لله ده شكلها النهائي اهو. هنخش بقى على الدرفة التانية طبعا، وهي دي اصعب حاجة لان انا بستخدمها على طول. هنا الدرفة دي اللي ما بستخدمهاش يعني يوميا وكده، هقفلها كده واقول الحمد لله بقى، واصور لكم شكلهم هما الاتنين مع بعض في الاخر. هنا طبعا بقى شايفين بقى الصدمة الكبيرة. الدرفة دي طبعا هي اللي صعبة جدا عشان دي اكتر درفة الصراحة انا بفتحها وبستخدمها على طول. فدلوقتي بقى هحاول طبعا اخرج كل الحاجات دي بره ونرجع ندخلها تاني، بس هنضيفها بقى ان شاء الله. استنوني يا بنات. طبعا دي شكلها يا بنات بقى انا خلاص خرجت كل حاجة بره. شايفين خرجت كل حاجة بره هنا كده بالشكل ده، كانت في الدرفة دي جوه. طبعا شايفين بقى شكلها هنا عامل ازاي. طبعا بقى دلوقتي همسكها بقى بالسلك والليفه وكده وامسحها كويس، بس انا حبيت طبعا اوريكم شكلها الاول كان عامل ازاي. طبعا كان برضو فيها تراب بقى وكده، انا طبعا بقالي فتره طبعا ما عملتش الكلام ده كله. فانا دلوقتي طبعا بقى هجيب الليفه وابدا امسحها برضو والمعها وارجع افرشها تاني، وهتشوفوا بقى طبعا يا بنات شكلها النهائي معايا عامل ازاي. بس انا كمان حبيت هنا اوريكم بقى شكل الرخامه اهو. هنا كمان شايفين ده البلاط اهو يا بنات، زي هناك برضو بالظبط. كل الدرفه دي كده بدأ اهي من هنا كده من عند التربو من فوق. هنا طبعا في رخامه زي ما انتم شايفين، دي كده رخامه ومتركب طبعا فيها الامثال اهو زي ما انتم شايفين، عشان طبعا ده التوضيح بقى الكبير يعني والاكتر ليكم. وزي ما قلت لكم طبعا من تحت ده معمول لها علو كده من جوه اهو اللي هو البلاط ده. فدلوقتي بس انا ان شاء الله انا هلمعها كمان وارجع اوضح لكم كمان شكلها في النهايه عامل ازاي. استنوني يا بنات. وهو ده كده يا بنات الشكل النهائي للدرفه دي بعد ما خلصتها. طبعا انا سايبه هنا الحاجات اللي انا بستخدمها بس على قد استخداماتي، يعني سايبه الحله دي انا بستخدمها وحله المونيا واحده، وسايبه من كل طقم من ده حلتين بس على قد استخدام الاحجام المناسبه ليا. يعني الحلتين دول من اللي هو التيفال من جوه ومن بره ساق الحلال دي، وكمان الحله اللي هي اللي مستخدمها على طول دي اللي هي نسيت اسمها طبعا، وكمان الحلل دي برضو انتوا اكيد عارفينها، او دي الحلل الصاج، وكمان دي الحلل اللي انتوا عارفينها برضو اللي هي التركي دي. وعندي هنا طبعا الخلاط والصواني بتاعتي اللي بستخدمها على طول، دي صواني البيتزا وبتاعت القهوه المكنه اللي انتوا كنتوا شفتوها معايا قبل كده وسالتوني عليها. زي ما انتوا شايفين هنا كده الشكل الدرفه اهي، وكمان طبعا عملتها من بره زي ما انتوا شايفين وبتل معايا ما شاء الله. يعني بجد العلبه دي تحفه يا بنات، تحفه 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 بجد. دي شكل الدرفه اللي انا عملتها دلوقتي، وكمان ده الشكل التاني اهو. انا للاسف كمان الصوره مش عاوزه تيجي معايا الاتنين مع بعض اهو يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده ده شكل الاتنين مع بعض اهو. الحمد لله طبعا يعني فرق شاسع جدا بين الاول ودلوقتي.
الحمد لله، يعني حاسه كده ان انا ارتحت بجد وشلت عبء كبير جدا من عليا. طبعا انا كنت كمان نظفت معاكم الاتنين دول في الفيديو اللي فات زي ما انتم شايفين، الحمد لله. يبقى انا كده دلوقتي خلصت كل الجنب ده، لسه لي بس اللي هو الجنب ده. طبعا زي ما قلت لكم هعمله لكم بقى مع الدرفه بتاعه الحوض وكده، الرخامه اللي هناك. الحمد لله يا بنات، انا فرحانه جدا بجد الحمد لله. انتوا المره اللي فاتت انا قلت لكم لايكات كتير يا بنات، وعايزه نسبة مشاهده كويسه عشان اكمل معاكم بقيه المطبخ. بجد شجعتوني جدا جدا على الرغم ان انا تعبانه النهارده وصوتي بجد، يعني انا حاسه ان انتوا متضايقين مني، بس الحمد لله يعني اتشجعت ان انا اصور معاكم الفيديو ده كمان على الرغم ان انا تعبانه جدا والله بجد، بس الحمد لله. اتمنى بجد يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ولو عجبكم يا بنات ما تنسوش اللايك، واللي اول مره يشوف الفيديو اول مره يشوف القناه ما تنساش تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب او اشتراك حسب ما يظهر عندكم طبعا. وبجد نفسي برضو الفيديو ده يكبر يا بنات، شجعوني بجد، نفسي القناه بجد تقف على رجليها كده زي الاول. إيه هو الحمد لله فيديو المطبخ فعلا عندي قرب الحمد لله على 1,000,000، هو 900 حاجه و70,000 او حاجه و80,000، يعني قرب خلاص على 1,000,000. فان شاء الله باذن الله بفضلكم وبفضل مساعدتكم، طبعا انا قلت بفضل الله اولا ثم بفضلكم انتوا ثانيا، ان شاء الله باذن الله القناه هتكبر وانا واثقه في كده. إيه انا كمان الحمد لله محتاجه تشجيعكم بقى، نفسي بجد بقى لسه اعمل معاكم حاجات تانية زي التربو. التربو ده بجد حكايته حكايه يعني، بس ان شاء الله هيبقى في فيديو تاني بنعمله مع بعض، مع الرخامه مع الحته اللي فوق دي ومع تقفله الحوض ان شاء الله باذن الله نعملهم مع بعض. واستنوا ان شاء الله يا بنات في الفيديوهات الجايه، ومع السلامه.